اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. تحرص شركة المياه الوطنية ضمن أهداف فروع المملكة الحديثة إنه إحنا نوفر التقنيات الحديثة وأنظمة ذكية في مكة المكرمة للحجاج واستقبال المياه من محطات التحلية وتوزيعها على شبكة مياه مكة المكرمة باستخدام أفضل التقنيات لضمان وصول المياه لمكة المكرمة وتوزيعها على جميع المرافق والشبكة والتأكد من وصول المياه. طبعا في منظومة كاملة تتحكم فيها منظومات الضغوط للتمام وصول المياه بضغط مناسب، منظومة أخرى للتحفاظ على مناسيب الخزانات بشكل متناسب على مدار الساعة بشباب بكفاءة سعودية متوفرة هنا، فهذه غرفة التحكم نتحكم كل شيء على مدار الساعة. الحمد والنعمة لك والملك. يتم استقبال المياه من كمية من محطات التحلية عبر أربع خطوط رئيسية يتم استقبالها في نقطة عرفات ونقطة المعز في الخزانات الاستراتيجية بسعة أكثر من 2 مليون متر مكعب. وتنطلق الخطوط يتم المصرفات عن طريق 6 خطوط رئيسية لمكة المكرمة إلى 26 خزان تشغيلي. يتم مراقبتها من هذه الغرفة على مدار الساعة متابعة المناسيب والكميات لضمان وصول المياه لجميع أحياء مكة المكرمة بما فيها مناطق سكن الحجيج والمعتمرين وسكان مكة المكرمة. والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. حرصت الشركة وكعادتها في كل عام على الاستعداد المبكر لموسم الحج، وذلك بانتهاء موسم الحج العام الذي يسبقه من خلال إعداد ورش العمل وكذلك دروس المستقاة من هذه الورش، وبناء عليها يتم إعداد الخطط التشغيلية. في هذا العام حرصنا على تطبيق هذه الخطط بشكل مبكر، كما حرصت الشركة على سلامة الموظفين من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المرعية في ذلك، وذلك لخلق بيئة عمل آمنة وسليمة لجميع العاملين في القطاع. فيما يخص كميات المياه فالحمد لله بدأ التنسيق المبكر مع الشريك الدائم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة منذ وقت مبكر، وذلك لتأمين كميات المياه الخاصة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث ولله الحمد جرى توفير المخزون التشغيلي والاستراتيجي لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بناء على حجم الطلب المتوقع خلال موسم الحج وخلال الأيام القادمة. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بالنسبة للمنظومات الذكية فحرصت شركة المياه الوطنية على استثمار التقنيات فيما يخص إدارة المياه، حيث لدينا منظومة إسكادا وهي منظومة تستطيع أو بالإمكان من خلالها إدارة منظومات شبكات المياه من خلال غرف المراقبة والتحكم، حيث بالإمكان معرفة مستويات كميات المياه في الخزانات وكذلك حالات الصمامات والضغوط التشغيلية في الشبكة ومعرفة أيضا التدفقات، بالإضافة إلى بعض الاختبارات اللحظية التي يتم إجراءها عن طريق النظام، كما أيضا يمكننا من مباشرة البلاغات والاستجابة لأي طارئ لا سمح الله. لبيك اللهم.